السلام الله عليكم، مرحبا بكم في قناة كارمن جوليا قارئة التارو والكوتشينة. إذا كنت الأول مرة تشاهد الفيديو بتاعنا، نطلب منك فضلا وليس أمرا أن تشترك في القناة وتفعل الجرس ليصلك كل جديد منزل، سواء فيديوهات في مختلف المواضيع أو منشورات للإعلان عن البث المباشر اللي نعمله للإجابة مكانا على سؤال واحد يخصكم. فمرحبا بكم معنا. أول حاجة زي العادة نعتذر عن صوت الجيران، فاستنيتهم كتير فما مش عاوزين يسكتوا، ما مش مشكلة. موضوع النهاردة وحسب ما قرأته في عنوان الفيديو: ما القادم لكم عاطفيا في الثلاث أشهر القادمة إن شاء الله. طاقة الفيديو أو القراءة مفتوحة في أي وقت تفتحوا الفيديو، طاقتها ثلاث أشهر إن شاء الله. وبإذن الله حيكون الاختيار حسب أول حرف من اسمكم، مجموعة أولى الأحرف موجودة في الشاشة، أو اختيار البيضة الوردية دي أو البنية، المجموعة الثانية البيضة الزرقاء دي أو الأحرف الموجودة في الشاشة. نبدأ على بركة الله مع أصحاب المجموعة الأولى اللي اختاروا البيضة الوردية أو البنية أو أول حرف من اسمهم اللي موجود من الأحرف الموجودة في الشاشة. نحط البيضة هنا عشان تكون على مرأى الجميع، ونبدأ على بركة الله بعمل قراءة قصيرة للطاقة الحالية بتاعتكم، بعدين ندخل في الموضوع مباشرة. هنشوف طاقتكم الحالية عاملة ازاي. هعدل الكاميرا عشان تشوفوا كل الأوراق، أظن كده أحسن. أوكي، نشوف الطاقة العامة بتاعتكم حاليا عاملة إزاي. الطاقة الحالية بتاعتكم لخبطة لخبطة متلخبطة لخبطة مش هترماتي يعني، عايزة اضحككم شوية. انتم حاليا يعني متأثرين بأحداث سابقة، بأحداث حصلت لكم في الماضي مع أقرب الناس ليكم اللي أصبحوا على يعني ترونهم على وشهم الحقيقي. اتخدعتم من أقرب الناس ليكم في العلاقات بتاعتكم، سواء كنتم متجوزين، انتم متطلقين دلوقتي، أو دخلتم في علاقات فاشلة. فأنتم يعني دلوقتي البعض منكم عنده حيرة، بفكر كتير هل السبب عدم زواجه أو عدم الارتباط هو عمل روحاني ولا لأ؟ لأن البعض منكم يعني حاول مرارا وتكرارا تجربة وصفات للزواج، أو ربما عندكم شك إن عندكم ربط عن الزواج أو حاجة زي كده. فتقريبا 90% 95% جربوا يا إما رقية يا إما وصفات من على اليوتيوب أو حاجة زي كده، لكن لحد دلوقتي مش قادرين توصلوا للغاية بتاعتكم اللي هي الارتباط الرسمي. غالبا البعض من كنا أنتن في علاقة، لكن عاوزين تعرفوا تدققوا في العلاقة دي، إذا كان الإنسان ده اللي انتم مرتبطين به هو الإنسان اللي حيرسم علاقته معاكم ويبني بيت وأسرة معاكم. يعني غالبا كنا عايشين هنا في حيرة، وحيرة كبيرة جدا. أعتذر عن الرجالة لأني ما فيش طلبات من الرجالة لهذا النوع من الفيديوهات، فأنا بعمل الفيديو ده للستات. إذا عاوز تبص يعني بص ما فيش مشكلة، وشوف القراءة عكسية تمام. دي الحالة العامة أو الطاقة العامة اللي بتخصكم أنتن اللي بتتفرجوا على هذا الفيديو تمام. دلوقتي هنشوف ما القادم لكم عاطفيا في الثلاث أشهر المقبلة بإذن الله. نحط صورتكم هنا عشان تكون طاقتكم موجودة في القراءة تمام. نبدأ على بركة الله. أخلط الكروت حلو كده.
طاقة الإنسان ده اللي هيدخل حياتكم. هل هو مستعد للارتباط الرسمي؟ أو يعني عاوز أو يفكر إنه يعمل علاقة عابرة؟ مواصفاته البدنية ومواصفاته الروحانية، بعدين نسأل أسئلة ما يخص العمل، شغله وفلوسه وحاجات زي كده. تمام. شوفوا سبحان الله، الكارت مقلوب. طال انتظاركم لقدوم يعني عشان يتقدم لكم حد، لكن الكارت جاب المقلوب، يعني ما فيش حد يتقدم ليكم، وطال انتظاركم لترسيم علاقة أو جواز أو حاجة زي كده. غالبا البعض من كنا أنتن كنتن ترفضن إن أقسم بالله اللغة العربية، كنتم يعني بترفضوا العرسان أو العلاقات بسبب عمل كنتم بتشتغلوا، ربما كنتم بتدرسوا، ولكن دلوقتي ندمتوا على إنكم ما رسمتوش علاقتكم مع أي حد من دول. تمام. طاقة الشخص ده حاليا، غالبا الشخص ده بيمر بمرحلة صعبة جدا، أو مر بمرحلة صعبة جدا، أو بعلاقة صعبة جدا خرج منها. هنشوف إذا كان خرج منها ولا لا، العلاقة دي خرج منها ولا لا. الإنسان ده خرج من العلاقة بتاعته، وهو دلوقتي بيحاول يلم، يعني يلم الشظايا اللي تبقت من قلبه، وعاوز يتفائل ان القادم احسن. زي ما اشوف الست دي ماسكه الحمامه دي او الطائر ده بايدها، وعاوزه يعني تكون في حياه احسن من اللي كانت فيها سابقا. فهنا طاقه الانسان ده هو انسان عنده قوه وشجاعة على أنه يتعدى المصاعب في حياته، وأنه يتفائل بمستقبل أحسن من الماضي بتاعه فيما يخص الجانب العاطفي. تمام. هل الإنسان ده، رغم الكلام اللي قلناه دلوقتي، هل الإنسان ده هو بيفكر أنه يدخل في علاقة جادة، أو لتضعية الوقت، أو علشان ينسى الماضي الأليم ده؟ الإنسان ده زي ما قلت لكم King of Cups. الإنسان ده مصمم على إنه يعيد حياته مع إنسانة كفء، ولكن المرة دي عاوز يختار الاختيار الصح. مش هيكون متساهل زي ما كان في الماضي. إنسان جد جدا الإنسان ده، هيكون واثق من كل خطوة هيعملها، ودارس لها ألف حساب قبل ما يعملها مع أي ست. تمام. مواصفاته البدنية، حينتحر. بهزر معاكم، حيشوفك حينتحر. أعتذر. مواصفاته البدنية، الإنسان ده طويل القامة، أبيض البشرة. غالبا الإنسان ده مش من نفس البلد، أو من نفس الجنسية، أو من نفس العادات والتقاليد، الديانة، أو في فرق في السن ما بينكم، في اختلاف واضح. وغالبا الإنسان ده يعني ما تزعلوش، ودي حاجة ربنا، هيكون عنده مشكلة في رجله، يا إما يعني بيعثر كده يمشي بالعثرة، لكن مش واضحة كتير عليه. لكن إنسان زي ما قلت لكم كامل من مجاميعه فيما يخص أفكاره وتصرفاته وكل حاجة بيعملها، يعني بيعمل بما يرضي الله. تمام. مواصفاته الروحانية، قلت لكم الإنسان ده إنسان صريح، وإنسان واضح، وإنسان بيخاف ربنا، يبادل الطرف الثاني بنفس المشاعر اللي هو بيحب، يعني بيحبها. الإنسان ده عنده طاقة حب وطاقة سلام داخلي لما يكون في علاقة ما شفتهاش من قبل. لكن زي ما قلت لكم المرة دي هيحسب لها ألف حساب قبل ما يعمل أي خطوة
من ناحيتك. تمام، بيشتغل ايه الراجل ده؟ شغله ايه؟ الانسان ده نقدر نقول محامي، اشتغل في المحكمة او شرطي في قسم الشرطة، بيصلح خلافات نزاعات، محضر قضائي، عسكري، او حتى يكون طبيب نفساني. الشخص ده يعني مركز كتير في الطاقة دي، بيحب يساعد، عنده إيمان بربنا قوي جدا، ويحب مساعدة اللي هو ضعيف أو يحل النزاعات، لأنه هو إنسان رومانسي وعاطفي، ما بيحبش الحاجات اللي بتجرح القلب. فعشان كده هو الشغل بتاعه داخل في هذا النطاق، يعني في هذا المجال. تمام، يقدر يكون ممرض أو صيدلي أو حاجة زي كده. تمام، هل من الناحية المادية هو كويس دلوقتي؟ هو بيحاول على انه تكون حياته، هو الان يا اما بيكون نفسه يا اما بيشتغل كتير على بال ما يعني يكون عنده مشروع او تجارة يقدر يعيش منها وهو مرتاح. الانسان ده جد في الشغل بتاعه ويبص لابعد حد عشان يوصل لهدف بتاعه. تمام، ازاي هتتلاقوا مع الشخص ده؟ الشخص ده هتتعرفوا عليه يا إما عن طريق مواصلات، يا إما في سفر، يا إما في مكان عمومي، يا إما عبر الإنترنت. حاجة فيها تواصل، حاجة فيها ذهاب وإياب، حاجة زي كده، أخذ وعطاء. تمام، هل الشخص ده احنا قلنا جد في كلامه مع الجواز، بماذا يتميز الشخص ده؟ قلت لكم انسان مثابر، وخاصة ربما بيشتغل كشرطي او عسكري او في نظام الحكومي، بدافع، قلت لكم محامي او حاجة زي كده. الشخص ده الميزة اللي تميزه انه لما يكون في علاقة بيحب المواجهة، ما بيحبش التهرب، فيه مشكلة تعالي نتكلم في المشكلة دي نصفيها ما بيننا، ربما سامحك ربما تسامحيني، وأعرف إنه عشان الجرح يبرأ يتطلب وقت من الزمن، لكن ما نسيبش أي حاجة قاعدة كده في مكانها أو مشكلة بدون ما نحلها. يجب إننا نتقدم في المشكلة دي ونتقدم في حل المشاكل دي عشان نتقدم. شكرا، فعفوا اعتذر عن الغناء ده. دي الميزة التي تميز هذا الشخص. تمام، ايه اللي نقدر نقوله كمان؟ هنشوف نصيحة الكروت هتقول لكم ايه فيما يخص هذه القراءة. النصيحة الأولى، woman holding coin، يعني المرأة الحاملة للنقود واللي هي ملكة النقود، وهنا indecision، يعني الواحد يكون ما يقدرش ياخد قرار، لما يكون متوتر ويصعب عليه انه ياخد القرار. زي ما شوف الست دي قدامها إشارات كتيرة ترشدها يمين وشمال، لكن مش عارفة أي قرار تاخده. فهنا الكروت بتقول لكم يا إما أنتم يا إما الشخص ده اللي هيقف في طريقكم عشان يوصل للهدف بتاعه، يجب أنه يخرج من التوتر وعدم المقدرة على أخذ القرارات. يجب أنكم تفصلوا، ربما عندكم مشكلة من الماضي، باسيونس، الصبر، عندكم مشكلة من الماضي وانتم متعلقين بالماضي ده، مش سايبكم انكم تعملوا خطوة للقدام. فالكروت هنا بتقول لكم كونوا صبورين وحاولوا التخلص من الطاقة السلبية اللي جايبينها من الماضي عشان تكسبوا الحاجة اللي انتم عاوزينها ان شاء الله.
إن شاء الله. نشوف دلوقتي الأوراق التي تنطبق عليها القراءة دي 100%، 80%، 60%، 50%. 100% برج الثور، برج الحوت، وبرج القوس. 80% برج الميزان، برج الحمل، وبرج السرطان. 60% برج الأسد، برج العذراء، وبرج الجدي. أما الأبراج المتبقية 50% برج الجوزاء، برج الدلو، وبرج العقرب. إلى هنا وصلنا نهاية هذه القراءة. نمر دلوقتي لأصحاب القراءة الثانية اللي اختاروا البيضة الزرقاء دي، أو أول حرف من اسمكم من الحروف الموجودة في الشاشة. أول حاجة هنعمل زي ما عملنا مع أصحاب المجموعة الأولى، هنشوف الطاقة العامة بتاعتكم أولا، بعدين نمر ل فين، بعدين نمر بالطاقة تحت من سيأتي لكم للارتباط إن شاء الله. هندور على صورتكم هنا، أهي هنا، بعتذر. يلا نشوف طاقتكم هنا، نعتذر عن الانقطاع، نكمل القراءة إن شاء الله ما يغنوش مرة ثانية. يلا نشوف الطاقة العامة بتاعتكم يا أصحاب المجموعة الثانية. نقلب الكروت ونشوف. فيه طاقة رغبة في الانتقام، ما اقولكمش البعض من كنا عاوزة ترجع لطليق او حبيب انفصلت منه، وعاوزة ترسم علاقتها معاه بس عشان تنتقم منه، لان غالبا في البعض من كنا ضحيت بفلوس، ضحيتوا بفلوس، وبعدين العلاقة بتاعتكم انتم مع الانسان ده اتقطعت من ناحيته، وراح اتجوز مع واحدة تانية، وانتم دلوقتي بقالكم مدة طويلة مش قادرين تخرجوا من الطاقة دي، طاقة الندم والغضب اللي فيكم، فعاوزين تواصل جديد مع الرجل ده عشان ترجعوا للعلاقة بتاعتكم او تتجوزوا مع بعض مرة تانية وتنتقموا منه بالطريقة اللي انتم بتفكروا فيها. البعض الاخر لا، عندكم وعود للجواز من انسان عندكم علاقة معاه، لكن طال الوقت وانتم بتستنوا، فانتم دلوقتي ما بين الانتظار ترسيم العلاقة دي مع الانسان ده او قطعها وتستنوا تغيروا وجهة نظركم او تغيروا تفكيركم على انتظار حد يكتبه لكم ربنا وما تدخلوش في علاقة تانية. دي طاقتكم الحالية. تمام، نشوف دلوقتي اللي جاي لكم دلوقتي في طريقكم للحب او الزواج في الثلاث اشهر المقبلة باذن الله. يلا نشوف اولا طاقة الانسان ده ازاي هي طاقته دلوقتي، بعدين نشوف الانسان ده هل هو جاد في العلاقات بتاعته، مواصفاته، وبعدين الجسدية، بعدين مواصفاته الروحانية، الروحية يعني شخصيته زي بيفكر والحاجات دي. فتوقفوا من الغناء وبدأوا في البكاء. اقسم بالله مش عارف اعمل ايه، هعتذر منكم. نشوف دلوقتي طاقة الشخص ده. غالبا الانسان ده متجوز، وغالبا البعض من كنا في علاقة مع رجل متجوز وعاوزة تتأكد اذا كان الانسان ده هيسيب مراته ويتجوز معاها او هيتجوز معاها كزوجة تانية. زي ما قلت لكم الشخص ده ربما هو يكون متزوج او وعدكم بالزواج وانتم بتستنوا خروج الست دي او حاجة زي كده، لكن غالبا اصحاب المجموعة التانية الرجل ده عنده طرف في حياته، يا اما متجوز يا اما اهله بيتحكموا فيه في اختيار الزوجة المناسبة ليه. تمام، او الانسان ده متجوز ومتطلق،
هل الإنسان ده هيكون صريح معاكو في علاقة جادة أو لتقضية الوقت؟ الإنسان ده غالبا هيكون إنسان نرجسي للأسف لأصحاب المجموعة الثانية، لأن هنا ملكة السيوف بتقول إنه في شخصية الإنسان ده نوع من القساوة، يعني شايفين التلج هنا والسيف، نوع من القساوة. هل الشخصية دي هي شخصيته الحقيقية ولا هيظهرها لكم بس في الأول؟ لا، مش شخصيته الحقيقية، هيظهر لكم في الأول كأنه نرجسي، كأنه بيحب نفسه ويكون كلامه جارح وبارد في مشاعره، لكن الإنسان ده بيخاف يدخل في أي علاقة. ليه؟ لأنه اتأذى في الماضي، زي ما قلت لكم اتأذى في الماضي من كتر ما ادى حب وحنية واهتمام، فهو دلوقتي واخد حذره على إنه ما يحصلوش زي ما حصل في سابقا. تمام. مواصفاته البدنية، اختش يا بيت من أولها، يا بيت اختش يا بيت. الإنسان ده هيكون أطول منك، يعني 1.70 متر، 1.75 متر لغاية 1.80 متر. حنة البشرة، إنسان أنيق في لباسه، أنيق في كلامه، أنيق في علاقاته. هيكون غالبا إنسان خجول شوية، يعني بيتكسف، فعشان كده ربما هيتصف بهذه الشخصية عشان ما يظهرش على شخصيته الحقيقية. تمام. الجانب الروحي فيه ساحر. اعتذر، كارت الساحر اهو، ساحر. اعتذر. لا، الانسان ده مبدع. هتقولي لي ازاي الانسان ده مبدع؟ يعني بشق الحجر ويجيب رزقه منها، بيكون فيه مشكل يعمل، يعني ياخد كل الوسائل عشان يحقق الاهداف بتاعه. مش الانسان اللي بيستسلم بسرعة، الإنسان ده متفائل جدا في حياته. تمام. طب طبيعة شغله إيه؟ الإنسان ده يبيع الخمور. عاوز أضحككم. لا، الإنسان ده غالبا هو تاجر، تاجر أو يتاجر في الفواكه، في الخضر، أو نوع من الواسطة ما بين التاجر الشاري، يعني الكليون، يعني زي بيقولوا الكليون، الزبون، يا إما في مكتب تصدير واستيراد أو حاجة زي كده، واسطة ما بين اتنين تجار وزبائن. ربما هيكون يشتغل كمان في البنك إن شاء الله. الجانب المادي عنده، الجانب المادي عنده كويس جدا. غالبا الإنسان ده ورث مؤخرا إرث غير من وضعيته المادية إلى الأحسن. هل الإنسان ده بتعرفوه أو هيعرفوكم بيه أو هتعرفوه إزاي؟ لا، هل الإنسان ده بتعرفوه أو هيعرفوكم بيه؟ غالبا البعض منكم الإنسان ده، إذا ما قلناش 95% منكم، الإنسان ده الإكس بتاعكم، حد كنتوا بتعرفوه في الماضي. طب إزاي هتتعرفوا مع الشخص ده؟ جاجمنت، قلتلكم يا إما الطليق هو اللي هيرجع ليكم الأيام دي، يا إما الإكس بتاعك هيرجع لكم الأيام دي. الإنسان ده هتسقط عليه كارما تزعزعه من مكانه، لأنه ربما أخطأ في السابق، وعشان كده خرجت لنا الحاجة دي، إنه أخطأ في السابق وهو دلوقتي حفظ الدرس ومش هيعمل نفس الغلط، يعني الغلطات اللي عملها سابقا. تمام. طب إيه الميزة اللي هتميزه أو اللي بتميز شخصيته؟ هو إنسان كريم، إنسان كريم، وإنسان
هيظهر لكم زي ما قلت لكم في الأول إنه إنسان بخيل، لكن هو هيشوف هيجربكم. فالإنسان ده بيجرب دايما الناس، هل بتحبه لشخصه أو للوضعية المادية اللي هو فيها، هل بتحبه طمعا في المادة أو بيحبوه لشخصه. فهو دايما هيجرب أي شخص، صديق أو حبيبة، في الناحية من الناحية دي. تمام. طب إيه هي نصيحة الكروت ليكم يا أصحاب المجموعة الثانية؟ نخلط الكروت ونشوف. أعتذر يعني من كلام الكيران. يلا، نصيحة الملائكة ليكم يا أصحاب المجموعة الثانية. في الشاكرا أركانجل ميكائيل، حاولوا تنظفوا الشاكرا الأولى بتاعتكم. عندكم الشاكرا الأولى شوية تعبانة. Due to the personal healing and happiness. باب الحظ هيتفتح ليكم إن شاء الله. وغالبا الكروت هنا بتقول بتأكد إنه في علاقة هتترسم في الثلاث أشهر القادمة إن شاء الله. بوابة الحظ، بوابة الاستقرار هتكون مفتوحة ليكم إن شاء الله في الثلاث أشهر القادمة إذا كتب ربنا سبحانه وتعالى. الكارت الثالث Angel of Balance، ملاك الميزان اللي ياخد كل حاجة بعقلانية. فأنتم حاولوا إنكم تنظفوا الشاكرات بتاعتكم والهالات بتاعتكم عشان تقدر يعني طاقة الكون تساعدكم على إنه يكون في توازن في حياتكم بالطريقة على إنكم تقدروا تفكروا صح وتختاروا صح وتتجنبوا الأخطاء اللي عملتوها في الماضي إن شاء الله. نشوف دلوقتي الأبراج التي تنطبق عليها القراءة دي 100%، 80%، 60%، 50%. 100% برج الميزان، برج الحمل، وبرج القوس. 80% برج الثور، برج الجدي، وبرج الأسد. 60% برج العذراء، برج الدلو، وبرج العقرب. أما الأبراج المتبقية حوت وسرطان وجوزاء 50%. إلى هنا وصلنا نهاية هذا الفيديو. أقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى الملتقى. مع السلامة.